مساء طيبين. اولا بالنسبه ان احنا في يناير يعني بدايه السنه ومبروك على الدستور اللي تم التصويت عليه. من عم افتكر كلنا متفقين، كله راح صوت، كله قال نعم. زي ما انتم متعودين ان احنا الحكومه في اهم كل سنه ورايلا في اهم بنبدا ان احنا نحط خريطه جديده للسنه الجديده اللي بتستمر معنا لحد يوم 31 ديسمبر. فمتعودين ان احنا بنتقابل تقريبا في نفس الميعاد في السنه، الا لو في شيء جديد ممكن نتقابل بيبقى ساعات في شهر 6 او شهر 7. عاده ده بيبقى كمان على دخله الموسم الصيفي لو صح التعبير، لو في تعديلات في الخريطه. فالنهارده احنا بنتشرف بوجودكم معانا، عايزين ان احنا نعرض عليكم الخريطه البرمجيه بتاعتنا اللي ممكن تكونوا سمعتوها خلال ال 20 يوم اللي فاتوا. بنفتكر ان بنبذل فيها مجهود كويس، محتاجين ان احنا نعرضها عليكم. فبعد الترحيب بحضراتكم احب ان احنا نستقبل المدير التنفيذي لشركه تيليميديا القبضه المالكه لمجموعه الشركات اللي هي منها نجوم اف ام ونايل اف ام وشركه الانتاج او شركات الانتاج الموسيقي ان ار كي ميوزك و ميوزك ريكوردز. الاستاذ ايمن سالم، اتفضل يا فندم. نهارك سعيد برضه. يوسف ابتدى بمبروك للدستور، فانا بقول مبروك تاني وتالت ورابع. هي بدايه انطلاقه جديده مش بس لمصر، هي انطلاقه ان شاء الله للوطن العربي كله. وهيبقى انطلاقه لينا احنا كنجوم اف ام ونايل اف ام في 2014. الجديد اللي احنا بنفكر فيه ان شاء الله ان احنا مع بدايه 2014 عاوزين ننطلق انطلاقه عالميه ان شاء الله، وفي مفاجات هتسمعها قريب. برضه بنفكر وابتدينا فعلا في التنفيذ في نجوم اف ام تي في، ودي فكره جديده هننزلها يمكن لاول مره موجوده في الشرق الاوسط، ان يبقى نشوف التلفزيون راديو، او نشوف او نسمع الراديو تلفزيون، تتحط بقى بالصوره اللي احنا ممكن نستوعبها. حققنا فيها نجاحات على اليوتيوب وفي خلال سنه ونص، وعليها فكرنا في انطلاقه لنجوم اف ام تي في ان شاء الله في خلال 2014. يمكن كان في اسئله كثيره عن الفتره الصعبه اللي احنا عشناها من 2011 بعد الثوره لغايه النهارده 2014. اللي احب اقوله لكم في الفتره الصعبه اللي هي كانت من بدايه تجديد العقد ووجود الثوره، مفيش مسؤولين نقدر نتكلم معاهم، الموضوع كان ملخبط. لكن اقدر اقول لكم مع اداره الازمه احنا ما فكرناش فيها لوحدها، ولكن فكرنا في التطوير. ما وقفناش في التطوير، من اكبر تطوير حصل في شركه النيل الانتاج الاذاعي المالكه لنجوم ونايل اف ام هي في الفتره من 2011 ل 2014. متفائلين للمستقبل ومتفائلين بيكم، وان شاء الله هتشوفوا جريد ممتاز. في نخبة من الإعلاميين يعني على رأسهم طبعا الإعلامي المشهور الأستاذ إبراهيم عيسى والدكتور خالد منتصر. أنا بس عايز أقول إن أنا من عشاق نجوم اف ام ومن محبيها المغرمين، ويمكن هي المحطة الوحيدة اللي ممكن تخليني ما اسمعش أغاني لعبد الوهاب وعبد الحليم في العربية. بتكلم في السياسة لكن في الإطار ده برضه، ضحك ولعب وجدل وحب. خصوصا اللعب، عشان الزمالك ده حاجة يعني فور الدم. فرصة طول الوقت للإعلان يعني إنه الزملكاوية كان الله في عونهم. عمر زملكاوي على فكرة. مالوش في الكورة يبقى زملكاوي قطعا. أي حد له في الكورة لازم يبقى أهلاوي. عايز اهني طبعا نجوم اف ام بالتوسع ده، مشروع وحلم، وطول الوقت يدي درس لكيف تنجح في مصر. في واقع الحقيقه ما بيساعدش كتير على النجاح. البطوله الحقيقيه ما جاتش بس بالرياده الاولى من 2003، لا، البطوله الحقيقيه جت مع 2010 لما الظروف في مصر كلها في حاله انحصار للابداع وحاله انحصار للعمل. كانت نجوم اف ام اقوى وشايفه المستقبل وبتنجح في هذا الظرف وبتتوسع وبتدي اكثر لبلدها، وده من الامور اللي تؤكد انه ده مشروع
لازم نفخر بيه احنا كصحفيين وإعلاميين، ولازم يبقى خصوصا بعد اللي عمله في الاذاعه المصريه بانه يكثر الاذاعات، ويبقى في اكثر من تجربه بتحاول تقتدي وتحتذي من بوم اف ام، فلازم نقول ان دي تجربه اتكتب عنها كتب، معرفش اتعمل عليكم دراسات اكاديميه ولا لسه، لكن دي تجربه فعلا رائده في الحياه المصريه الاعلاميه، واتمنى لها كل توفيق، واعتقد انه 2014 لغايه باذن الله 3014 يبقى في كلام عن نجوم اف ام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. من بركه بقى السنه دي، وانت دايما معودانا ان انت بتقدمي لنا البرنامج من خلال نجوم اف ام، عايزين نعرف الجديد اللي هتقدميه السنه دي من خلال البروجرام ده. اولا انا مبسوطه ان عيشه بشكل تاني راجعاله السنه دي في 2014، لانه ليه معزه خاصه قوي عندي، كان بدايه اصلا بدايتي هنا في نجوم اف ام في 2009. قعدت اقدم البرنامج مع كريم لمده سنتين، فبالنسبه لي انا معزه خاصه، وبحس ان ده برنامجي انا. فبعد كده عملت قدمت برامج تانية، اخرهم كان برنامج السنه اللي فاتت يومي، كان فني. فلما جم قالوا لي الاداره هترجعي عيشه بشكل تاني كنت مبسوطه قوي، بس قلنا ان احنا، لان كان الفتره اللي فاتت كريم كان مكثف او البرنامج مكثف سياسه اكتر، فقلنا عايزين نخلي بقى الدنيا اهدى شويه، فبقى عندنا فقرات مختلفه ابتداء من اول طبعا البرنامج من حد الخميس من الساعه 5 لحد الساعه 7. انا حاطه معانا بوابه اخبار اليوم. هاي رعد. هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ بنبارك لك بقى على الموسم الجديد للبروجرام بتاعك السنه دي في عام 2014، وعايزين تقول لنا بتقدمي جديد السنه دي من خلال البروجرام بتاعك. بصي، احنا مواعيد البرنامج حد 2-3-5 من الساعة 8 للساعة 10. احنا البرنامج الفني اللي بيتكلم عن كل حاجة بخصوص الفن. يوم الحد بيكون عندنا قضية فنية، قضية اجتماعية، واتكلم عليها فيلم او مسلسل او عمل درامي، بنتكلم عنه مع الناس بشكل اجتماعي وبشكل فني. كمان يوم الاثنين ويوم الثلاث بيكون معانا ضيوف من مخرجين، سيناريست، كاتب، مؤلف، ملحن، يعني اي حد من العاملين في مجال الفن. يوم الحد بيكون معانا نجمة من نجوم الصف الأول، يعني بالضبط، بيكون معانا يوم الخميس، بنتكلم بقى في كل حاجة، فني، اجتماعي، حياتهم الشخصية. نرحب بالإعلامي يوسف الحسيني معانا في بوابة أخبار اليوم. ربنا يخليك، أهلا بيك. بنبارك لك على البرنامج الجديد بتاعك البعد الثالث على نجوم اف ام، وعايزينك بقى تكلمنا ايه اللي هتقدمه جديد في البعد الثالث السنة دي. هو البعد الثالث هيختلف كتير عن البرنامج اللي كنت بقدمه قبل كده. انا كنت قبل كده بقدم برنامج اسمه نقطة لقاء، وكان البرنامج بالاساس قايم على فكرة وجهة النظر مختلفتين، وكان البرنامج تقدري تقولي عليه سياسة محضة او قحة، مش فكرة المناظرة، لكن فكرة ان انت عندك وجهة نظر يمين ووجهة نظر شمال، وقاعد عمال بتناقش علشان نوصل في النهاية خلاص لانه في شيء مشترك. في البعد الثالث زي ما كنا بنتكلم من شوية ساعة المؤتمر الصحفي، انه احنا بنعمل برنامج مش بس سياسة، هو برنامج يهم المواطن المصري. المواطن المصري اهتماماته بالسياسة مش هي دي اهتمامه الوحيد، هو مهتم بالسياسة، مهتم بالكورة، ومهتم بالسينما، مهتم بالمزيكا، ومهتم بحاجة حصلت في الشارع، ومهتم بالمرور، مواطن بني آدم يعني عايش. فقلنا احنا هنعمل البرنامج على كده، على اهتمامات المواطن. دي نقطة. النقطة الرئيسية التانية اللي فيه هي انك انت هتتكلم مع المواطن، مش انه مذيع بيكلم الضيف وضيف بيرد على المذيع، او ان المذيع قاعد عمال بيطلع بمجموعه افكار او يحاضر الساده المستمعين اللي قاعدين في عربياتهم طالع عليهم دول اطلاقا. يعني مثلا انت هتتكلم مع المواطن عن طريق التليفون، عن طريق الاس ام اس، عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، واحتمال كبير كمان ان احنا لو نقدر ان احنا نستضيف مواطنين عندنا في الاستوديو يقولوا وجهه نظرهم في حاجات مختلفه، بالاضافه لوجود ضيف. يعني الفقرات الاولى في البرنامج والفقره الاولى في البرنامج انت بتتكلم مع المستمع، وبعدين تبدا تاخد تليفونات من مجموعه متخصصين على اختلاف الوانهم، وبعد كده بتجيب ضيف متخصص في الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. بس ده البعد الثالث.